أحسن الله إليك. يقول السائل من ليبيا: من الذي يتكلم في الجرح والتعديل؟ الله المستعان. الجرح والتعديل لأئمة الحديث، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن معين. أما الغوغاء وهؤلاء المتعالمون لا يجوز لهم يتكلمون في الجرح والتعديل، يقولون على الله ما لا يعلمون ويتكلمون في الناس ويغتابونهم وهم ما يعرفون شيء، لا يجوز لهم هذا. نعم.